اليوم نحضر بهذا المركب لمتابعة ندوة علمية وطنية ينظمها المرصد الدولي للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية في موضوع الحماية القانونية والاجتماعية لعاملات المنازل مقاربات متعددة. ولا شك أن هذه الندوة طبعا تأتي في السياق العام وسياق حقوقي يتعلق الأمر بالاحتفال بأيام أممية للمرأة، وكذلك في إطار متابعة تنزيل القانون رقم قانون متعلق بتشغيل عمال وعاملات المنازل. ولا شك طبعا أن هذه الندوة ستكون فرصة لإشراك جميع الفاعلين القانونيين والمتدخلين والمهتمين الحقوقيين والتربويين، كل من وجهة نظره وكل من خلال مقاربته كل من خلال طبعا المقاربة التي سوف يقوم من خلالها بالإحاطة بالموضوع إحاطة شاملة وكاملة. وطبعا كما تلاحظون فالبرنامج العلمي لهذه الندوة يشمل مجموعة من المداخلات ذات تقاطعات مختلفة، فيها ما هو ذات ارتباط أو ذو ارتباط بالمقاربة الدستورية، وفيها ما هو له ارتباط بالمقاربة الشرعية، ومداخلات أخرى لها ارتباط بالمقاربة التربوية وكذلك المقاربة الجنائية والمقاربة. هذا الملتقى العلمي تخليدا للأيام الأممية للمرأة وتعريفا بطبيعة الحال بأحكام القانون رقم 19-12 المتعلق بتشغيل العمال والعاملات المنزليات، والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهور قليلة. ولا شك أن موضوع هذه الندوة يدخل صلب اهتمامات المرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، وذلك من منطلق أن من الأهداف الأساسية للمرصد هو الإحاطة بالقضايا المجتمعية والتفاعل مع بشأنها ومواكبتها سواء من الناحية القانونية أو الواقعية، والاستعانة بالقدرات البحثية لمختلف الفاعلين من أجل وضع الأسس والتفكير في السبل الكفيلة بضمان بطبيعة الحال الحماية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة. تعد فئة عاملات المنازل من الفئات التي تعمل في صمت وتفان وخلف الستار من أجل إسعاد الأجير وتوفير راحة أعضائها، والكل في نكران للذات. ومن ثم يجمل بنا نحن اليوم أن نعترف بجهودهن وأن نكرمهن في هذه المناسبة احتفالا وتشريفا لهن وتحفيزا لهن على مزيد من البذل. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.